إذا سجلت دخولك لتطبيق جرير وكان جوالك يدعم الدخول بالبصمة أو الدخول بالفيس آي دي، فبيسألك التطبيق إذا كنت تبي تستخدمها لتسجيل الدخول. بعد ما تفعل الخاصية، كل مرة تبي تسجل فيها الدخول إلى جهازك استخدم البصمة أو الفيس آي دي وراح تدخل بكل سهولة. في تطبيق جرير اضغط على شعار الباركود في مربع البحث، وعندها بتطلع لك الكاميرا وصور الباركود اللي على علبة المنتج اللي تبي تبحث عنه. وقتها ادخل على صفحة المنتج وتقدر تضيفه بسهولة إلى سلة المشتريات وتحصل عليه عن طريق متجر جرير.com. إذا كان آيفونك يدعم 3D Touch، عطها ضغطة ثقيلة على أيقونة مكتبة جرير وبيظهر لك عدة اختصارات مفيدة جدا، مثل طلباتي، معرضنا، بحث بالباركود أو البحث السريع. وبالضغط مثلا على البحث بتتوجه مباشرة لخانة البحث في التطبيق وتبدأ البحث عن المنتج اللي ترغب فيه.